إذن أهلا بكم من جديد. عمر إسماعيل فتى سوري عمره 17 عاما يعيش في مخيم التح في ريف إدلب شمالي سوريا بعد أن نزح من قريته. يعاني عمر كأقرانه في المخيمات ضيق العيش، وهو ما يدفعه للعمل بعد عودته من المدرسة من أجل المساعدة في إعالة أسرته. نتحدث أكثر عن واقع التعليم في مخيمات النزوح في سوريا بعد الاقتراب أكثر من معاناة عمر. لنتابع. أنا اسمي عمر إسماعيل، ساكن مخيم التح، عمري 17 سنة، بروح المدرسة الثانوية بصف الحادي عشر. بعد ما أرجع من المدرسة بقطع مسافات طويلة لأنه ما عندي واسطة. بعد ما أرجع من المدرسة بروح المكب، بلاين نايلو وبلاستيك عشان أحطه في الصوبية لأنه ما في مواد للتدفئة. قبل ما هيك الحق حلمي لأنه بس رحت خلصت البكالوريا وطلعت من الجامعة عشان أخلص من هالمخيم. بروح المكب، بنزل لتحت على المكب، بقطع مسافة بإيدي، بنزل تحت مشان لاعب نايلو للتدفئة، بقطع المسافة مشان ندفع إخواتي لأنه ما في عندنا مواد للتدفئة. حلمي أطلع من البكالوريا سجل جامعة آخر رياضيات وأطلع وارتاح من المخيم استأجر بيت وقعد فيه. أنا اللي بتحز بقلبي وبتحز إنه عمر ما راح يقدر يكمل، لأنه بسبب هالأوضاع اللي حواليه، يعني الشيء اللي عم يعكس عليه إنه معيشة وشغل ودنيا، وهذا اللي بحز بقلبي إنه ما راح يقدر يكمل بالدراسة. إذن كان من المتوقع أن يكون معنا وزير التعليم في الحكومة المؤقتة في سوريا، نحاول الاتصال به لكن حتى الآن لم نوفق في ذلك. سنحاول إذن من جديد معه. إلى شأن آخر الآن، يبدو أنه جاهز الآن. نرحب معنا إذن عبر الهاتف من أعزاز بوزير التربية والتعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة دكتور شهاد حجازي. أهلا وسهلا بك معنا دكتور شهاد. إذن كما تابعنا في التقرير قبل قليل، كل أمال عمر ومحيطه تعلق على إمكانية متابعته لتعليمه المدرسي والجامعي. هل تعتقد أنه قد يتمكن من ذلك؟ السلام عليكم ورحمة الله. بتمنى يكون الاتصال واضح. ايه عم بسمعك، تفضل. حياكم الله، شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافه الطيبه والمباركه. في الحقيقه اليوم هو يوم التعليم الذي يصادف في 24 يناير، وهو يوم اقرته اليونسكو الامم المتحده كعيد واحتفاليه للتعليم في العالم، وهو يحمل في هذا العام في طياته شعارا مهما جدا، وهو إلى الاهميه للاستثمار في الانسان كوسيله، يعني الاستثمار للتعليم كوسيله للاستثمار في الانسان. والحقيقه نحن في مناطقنا نعاني من يعني حقيقه تردي واقع التعليم بفعل ما جرته سنين الحرب الطويله من دمار للبنيه التحتيه وتهجير مستمر وعدم استقرار وعدم وجود بيئه امنه ايضا لحصول التلاميذ على تعليمهم. وبالتالي هناك معاناة كبيرة وهناك احتياج كبير، ولكن الأمل موجود إن شاء الله. على ما يتوقف هذا الأمل دكتور جهاد حجازي؟ يعني الوضع سيء جدا، وبحسب المنظمات المحلية نحو 930 مخيم في شمال سوريا لا توجد فيها أي نقاط تعليمية، مئات ألاف الأطفال إما سربوا من المدرسة أو إما لم يتعلموا أصلا، وبالتالي التداعيات هي تداعيات كارثية. في الحقيقة أقول لك أن هذا الواقع ليس هو واقع وليد سنة أو سنتين، هو وليد عدة سنوات من التهجير وعدم الاستقرار. وأقول بأن الوضع ليس مثاليا، الوضع مأساوي وسيء، لكن هنالك أيضا يوجد إصرار من قبل الأهالي على التعليم وإرسال أبنائهم إلى المدارس، لكن حقيقة الوضع الاقتصادي سيء جدا، وكما تقولين المخيمات مبعثرة وتوجد في أماكن نائية ويصعب الوصول لها في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى أغلب المدارس في الخيام ويقوم عليها متطوعون، والمتطوعون يمكن لهم أن يتركوا المدرسة في أي وقت. نسبة التسرب عالية جدا، بلغت حوالي 600 ألف طفل متسرب من المدارس حقيقة. لكن
الأمل موجود حقيقة في الاعتماد على النفس والاعتماد على الذات. يعني كيف يعتمد على النفس وعلى الذات دكتور جهاد؟ يعني أنت حضرتك يعني وزير تربية وتعليم، تعلم أنه في حال غياب هذه المدارس أو غياب المتطوعين أو غياب المعلمين لا يمكن ربما التوجه إلى المدرسة، هل وضعتم أي خطة ربما لتحسين الوضع عدا عن يعني تأمل الأهالي أو تمسكهم بالتعليم؟ نعم، في الآونة الأخيرة حقيقة كان هنالك دعم من قبل عدة جهات ومنظمات داعمة للتعليم، وحقيقة ساهم فيها العديد من الدول الشقيقة وغيرها، ولكن بدأت جهود الدعم أو الدعم المقدم إلى التعليم بدأ يتناقص شيئا فشيئا ربما ليطول فترة الأزمة. حقيقة اليوم الأمل معقود على جهود قمنا فيها في العام الماضي، وهي دق ناقوس الخطر نحو أن يقوم الجميع بالتكاتف من أجل إنشاء صندوق وطني لدعم التعليم يساهم فيه الجميع، وبالتالي نكون أمام مشروع وطني كبير على مستوى جميع مناطق. من يدير هذا المشروع؟ هل تديره الحكومة السورية المؤقتة؟ الحقيقة هذا المشروع بدأ به أخوتنا وزملائنا في نقابة المعلمين، ولاقى استجابة كبيرة وكنا موجودين نحن كحكومة، وحقيقة بدأنا ببعض الخطوات أيضا بالإضافة إلى المبادرات المجتمعية، كأن تقوم مثلا الأهالي بجمع مثلا مبلغ معين ثم نقوم بتأمين مبلغ مشابه له من أجل تشغيل المدارس الموجودة. سيدتي، نقول بأن التعليم قطاع مستهلك وقطاع يحتاج إلى كثير من الدعم، وهو قطاع يرهق كثير من الدول المستقرة. بالفعل سيد جهاد، يعني أنت تحدثت عن نقابة المعلمين، والمعلمون أيضا يؤنون ويوجهون اللوم لكم كذلك، هم يعني يطالبون بحماية حقوقهم، كذلك هناك شكوى من ربما تعدد المرجعيات فيما له علاقة بالعملية التعليمية بالتزوير وبالمحسوبيات وغيرها أيضا من الشكاوى التي توجه لكم، كيف تقاربونها؟ نعم، حقيقة أنا أقول بأن هناك مشكلة حقيقية تكمن في تنوع إدارات الملف التعليمي، يوجد أكثر من إدارة للملف التعليمي، وهذا ما يؤدي إلى تشتت الجهود وضياع المجهودات في كثير من الأحيان. حقيقة وجود إدارة مركزية يمكن أن تساعد كثيرا في حل الكثير من المشاكل. الأخوة المعلمون محقون في كثير من مشاكلهم، حقيقة الرواتب قليلة والكثير منهم يعمل متطوعا، لكن أقول لك أن هذا الحال هو حال استثنائي وحال طارئ. أيضا الحكومة السورية المؤقتة تستطيع بما يمكنها رفع يعني عدد من المشاريع بالتعاون مع صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا، لدينا بعض الترميم، لدينا مشروع لإنشاء 4 مدارس ومراكز مهنية تعليم مهني في شمال حلب، يعني نقوم ما نستطيع، لكن أود أن يعني الكل يعرف الواقع ويعرف أننا حقيقة يعني أشبه ما نكون بحكومة طوارئ، لا نمتلك الكثير من الموارد، ليس لدينا يعني إمكانيات الدول المستقرة، وهذا الأمر يعلمه الجميع. الحل هو أن نصر على أن نتعلم بإمكانياتنا المتوفرة، ويعني صراحة نعم، ولكن دكتور جهاد، يعني عدا عن يعني الإمكانيات المادية التي لا تتوفر لكم والتي تشكل أحد التحديات الكبيرة جدا في هذا الإطار، هل وضعتم أي خطة ربما للتواصل مع الجهات الدولية، الجهات المانحة، للتوعية بخطورة ما يجري الآن خاصة في هذه المخيمات؟ في الحقيقة لدينا طبعا مجموعة من التواصلات المستمرة، ولدينا اتحاد للمنظمات المانحة نتواصل معهم بشكل مستمر. تحدثنا منذ حوالي بضعة شهور في لقاء موسع كان من أجل المناصرة ومناصرة العملية التعليمية، كان هنالك كلام حول تخفيض الدعم لقطاع التعليم، طالبناهم وأكدنا على الآثار الكارثية التي يمكن أن يسببها تخفيض الدعم، وقلنا لهم بأنه أن تخفيض الدعم سوف ينعكس على عدد المتسربين أو الذي سوف يؤدي إلى ازدياد نسبة التطوع من قبل المدرسين وتسرب أعداد كبيرة جدا من التلاميذ. حملات المناصرة مستمرة، نحاول أن نتواصل مع عدد من الجهات والجهات الداعمة في دول صديقة ودول جارة لنا من أجل تأمين ما نستطيع تأمينه. أيضا الاعتماد على الذات يمكن أن يساهم بتخفيف الأزمة. حقيقة نقول بأننا يعني نعمل ضمن المتاح من أجل تقليل حجم الكارثة، حجم انتشار الجهل، انتشار الأمية،
من أجل تعليم أبنائنا في هذه الظروف الصعبة. نعم، نتمنى لكم كل التوفيق وأشكرك جزيل الشكر من أعزاز وزير التربية والتعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة الدكتور شهاد حجازي.